تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. تحليل ديال المقابلة ديال اليوم ديال المغرب مع العراق، يمكن يقول بأنه تعليق شبيه بالمقابلة اللي لعبناها مع أوكرانيا، لأنه المقابلة ديال أوكرانيا طريقة باش لعبنا. إذا تتذكروا كنت قلت بأنه أداء مقنع والنتيجة غير مستحقة. علاش؟ لأننا شاهدنا فريق تيلعب كرة مثالية، لعبنا بالأسلوب ديالنا، قلنا بأن اللاعبين كان تيلعبوا باستمتاع. الكرة المغربية الحقيقية التمريرات القصيرة اللي تعتمد على الفنية وعلى المهارات ديال اللاعبين، ما حالفش شي الحظ، داروا بعض الأخطاء اللي ما غنقولوا شيء بأنه هذوك الأخطاء غيمحيوا لنا الصورة اللي عطانا الفريق الوطني المغربي مع أوكرانيا. أنا ديك المواضيع أوكرانيا غنبقى نهضر بها على أنها واحدة من أجمل المقابلات، خصوصا خلال الشوط الثاني، بالرغم أن النتيجة كانت سلبية. إنما المقابلة ديال اليوم جات تأكيد على أنه المسار ديال الفريق الوطني، يعني طريقة باش يلعب، ما نقولش المسار، نقول طريقة باش يلعب، طريقة يعني صحت الآن مهضومة عند اللاعبين. وصراحة هذه سنين ما شفت شي فريق وطني تيلعب بهذا الأسلوب. لاعبين عنده موهبة، خلينا نقولوا مبدعين، فنانين، تيلعبوا الكرة بشكل رائع. طريقة باش ندير المقابلة، الشوط الأول كان يعني نذكر الشوط الأول والشوط الثاني، ولكن الشوط الأول كان فيه أداء جميل. المدرب تاق في لاعب اللي الأغلبية من الناس اللي انتقدوا، حيت كاين اللي كان يعني متفق مع الاداء ديال الفريق الوطني المغربي وقال بانه ما كانش معنا الحظ، ولكن كاين اللي كان بانه تيقول بانه المدرب دار هذا الخطا ودار هذا الخطا. صحيح انه كل شيء تيغلط، ولكن الزنزولي الشيء اللي تحسب الطريق السكتي انه اعطاه الثقه، على شيء انه لاعبين بحال الشكل هكايا في هاد السن ما تيمكن لك شي تصدمو وتقول له انت خرجتي من المقابله الاولى ما درتش مقابله جيده وبالتالي انا غنحكم عليك هذه المقابله. المدربين تيحكموا على لاعبين من خلال يعني النظره ديالهم لهاد اللاعبين، واش هو لاعب عنده موهبه ولا ما عنده شيء. اليوم في هذه المقابله بان خصوصا من خلال الجوله الاولى انه لاعب عنده موهبه وعنده امكانيات كبيره، والناس الاوروبيين كما تنقول دائما لا يتعاقدون مع لاعبين يعطيهم ملايين غير هكاك، عندهم الحسابات ديالهم تكون حسابات دقيقه. اذا الزنزو اليوم دار مقابله وكان بامكانه يكون افضل. راه صحيح انه حنا ديما تنلاحظوا عليه بانه المستوى ديالو نقاص وبانه يعني بحال شي واحد لاعب ما غير مهتم، ولكن الطبيعه ديال اللعب ديالو الشكل ديال اللعب ديالو هو هذاك. بعد نوبه الفنان المبدع تكون عنده شي حالات خاصه به، الطريقه باش جل الهدف يعني بوحدها تشفع له انه من اللاعبين الكبار. إذا هذا كلاعب بوحده، ولكني كفريق، فريق يبدع تيلعب كرة بأروع ما يكون، يعني واش تيظهر لنا بأنه نخلقوا الفرص بهذا الشكل هكايا بسهولة؟ راه إلا ما كانش عندك لاعبين عندهم الموهبة والقدرة كما كان عند اللاعبين ديال برشلونة هما اللي كانوا تيقدروا يخلقوا بحال مثل هذه الفرص، حنا في الطريق ديال أنه عندنا لاعبين بإمكانهم يخلقوا الفرص ديال التسجيل بهذا الشكل سواء من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى. الجهه اليمنى فيها اخو ماش هذا لاعب اكيد بان وليد الركراكي غيشوف بانه راه زياش، وتنقولها زياش الوضعيه ديالو يعني قد تتعقد يعني مع مرور الوقت، لانه هذا لاعب عنده موهبه كبيره وكبيره جدا، يعني لاعب تيتحرك كيف ما بغى، يعطي الكره كيف ما بغيتي وتيقصد، حيت اللاعبين اللي تيتميزوا عاده هما اللاعبين اللي عنده القدره على انه ياخذ الكره ويقصد المدافع، تيقول انا مستعد نجي نراوغك. حنا ما عندناش واحد، عندنا بزاف ديال اللاعبين عندهم هاد القوه هذه. حنا كان تيكون عندنا واحد ولا جوج، كان تيكون عندنا مثلا بحال دابا في وقت في الثمانينات كان 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 عندنا مثلا بودربالات، ثم كان بصير، كان بعض اللاعبين اللي عندهم هاد المميزات. حنا عندنا هاد اللاعبين ديالنا كلهم عندهم هاد المميزات هذه. اذا بالنسبه لي انا مقابله مثاليه، وغناكد بان امتداد ديال المقابله ديال اوكرانيا، المقابله ديال اوكرانيا خسرناها، ولكن هذه حالف من الحظ وكثير من التركيز، لانه ما كانش ذاك اللعب الاستعراضي الكبير، وان كان طحنا فيه في الشوط الثاني. الشوط الثاني يمكن نقول بانه بعد ما خرجنا منتصرين ب 3-0 وسجلنا بطرق مختلفه،
عن طريق التمريرات الجانبية، عن طريق الدخول بالكرة داخل المرمى، عن طريق القطف من بعيد، وهذا تبين القدرات ديال فريق اللي عنده بزاف ديال الحلول. بخلاف الفريق العراقي، راه ما نقولش الفريق العراقي ضعيف، راه ربحوا أوكرانيا، ولكن اللي كان هو انه ما كانش عندهم القدرات على انهم يمشيوا في النهج اللي لعبوا الفريق الوطني، بحيث انه حنا منتصرين 1-0 مسيطرين على المقابله، منتصرين 2-0 ومسيطرين على المقابله، منتصرين 3 ومسيطرين. صحيح انه جات واحد الكره لما كنا رابحين 2-0، جات واحد الكره لعند ايمن حسين، لان هذا هو العنصر الخطير عندهم، ان عنده قامه طويله وتضرب بالراس وبوشاكيس، فالمحمدي كان في المستوى، لان كون رجعنا في 2-1 ممكن تغير الكره. راه هذه كره القدم، كره القدم ما فيها شيء واحد، 3-0 يمكن يروح 6، راه 2-0 كون تسجل داك 2-1 يمكن تغير، تاثر النفسيه ديال اللاعبين، بزاف ديال الامور يمكن تتحكم في المجريات ديال المقابله. اذا بالنسبه للشوط الاول، تيظل الشوط كان مثالي، انتصرنا 3-0. الشوط الثاني كاين اللي غايقول لك علاش ما استمريناش، صحيح، ولكن ما تنساوش بانه راه حتى نلعبوا كل يوم تلعب مقابله، وبالتالي باقي تنتظرنا مقابلات اللي غتكون اصعب. المقابله ديال اوكرانيا خدات يعني من اللاعبين شي كثير، صحيح انه تبدلوا لاعبين، دخلوا لاعبين في الشوط الثاني اللي مع كامل الاسف لاحظنا فيهم تيديروا بعض الاخطاء، اخطاء ديال انها تبغي تراوغ وانت فقط قدام موراك غير مدافع واحد، ما كانش داك، ماشي غنقول حتى كلمه الجديه، ما كانش داك الرغبه ديال اننا نبحثوا على الاهداف بقدر ما كان انا الرغبه اننا نكملوا المقابله متقدمين ب3-0. تظهر لي بانه انا بالنسبه لي تنشوف بانه هذه مقابله كانت مقابله مثاليه، واللي غنركز عليه راه هذا هو الاسلوب ديال كره القدم المغربيه، وهذا راه هو الفريق ديال المستقبل. وراه صعاب على انك تجي تقول شي لعب من هاد اللعابه هادو انك راه يمكن ما عندكش المكانه ديالك. انا تنشوف من خلال هاد اللاعبين اللي تنشوفوا الان من خلال المقابلات اللي لعبنا الان، راه حتى اللي خسرنا راه كان فيها لاعبين كان فيها الاداء مزيان، راه النتيجه اللي كانت سلبيه، هادو لاعبين كلهم بدون استثناء لاعبين عندهم ماتش، خصوصا داك اللاعبين اللي تدخل لك 11 الاولانيين، راه ما كاين واحد 13 لواحد ما شاء الله الموهبه ديالهم موهبه كبيره جدا، يعني المكانه ديالهم مع الفريق الاول ديال وليد الركراكي ما هي شيء مكانه اللي نقدروا نقولوا غادي نعطيهم شي فرصه كما تنسمعوا، لا، اللي دخلتيه بامكانه يلعب، ما تنظنش الان كاين شي تميز عند لاعبين اخرين على هادو الا تعطيتهم الثقه واستمروا بهذا الاسلوب بهذا النهج بهذا الكره بهذا الشكل، لان هي الكره ديال المغرب، الكره المغرب هي هذه اللي مبنيه على المهارات الفنيه ديال اللاعبين، هادو لاعبين الطريقه باش يلعبوا الكره ما متعودينش عليها صراحه، باش نكونوا على يعني باش نكونوا صادقين، لاعبين عندهم مهارات، عطيه الكره كيف ما عطيه في وسط 3-4 تيخرجوها، راه بحال هاد اللعابه هادو راه موجودينش، بدليل انه العراق علاش ما قدرش يديروا هادشي، هذا ما قدرش حيت ما عندهمش اللعابه ما عندهمش هاد المهارات، يمكن عندهم لاعبين واقفين قويين تيلعبوا باسلوب يعني كلاسيكي، يمكن بحال المصريين تيلعبوا كره واقعيه، ولكن حنايا الكره الواقعيه ما تصلح لنا شي حيت ما عندناش داك يعني البنيه الجسميه ديال هاد اللعب، البنيه ديالنا فيها الفنيه وفيها الجماليه عند اللاعبين ديالنا، عندهم مهارات تتبقى فقط غير هاد المهارات ستوظف. تلاحظوا بانه تنهضر على المقابله ديال المغرب والعراق، ولكن تنتذكر بصفه عامه على الاسلوب ديالنا باش نخرجوا بخلاصه على انه الكره المغربيه خص نمشي في المدرسه ديالها، عندك هاد اللاعبين خاصك تلعب ليهم الاسلوب ديالهم، تيبقى فقط الان خاص اللي خصنا نلعبوا عليه الانضباط التكتيكي، وانه نديروا ما دار زازول اليوم، كان يزاوج ما بين انه لما تكون عنده المناسبه باش يراوغ قدامه واحد تيمكن له يراوغو، لما تيكونوا قدامه ثلاثه تيلعب الكره، اذا هذا هو ما يسمى بالنضج التكتيكي ديال اللاعب، يعرف واش غادي يراوغ وقتاش يمرر. إذا بدينا إلى غنطيحوا دائما في الفخ ديال اللي خدا الكرة تيحس براسو أن عنده مهارات غيبقى يراوغ من الجهة اليمنى ويراوغ في الجهة اليسرى في الوسط، ما غنوصلوش المبتغى هو أننا نخلقوا فريق نموذجي تيلعب الكرة. اللاعبين تيظهر لي بأنه كان عنده واحد الجانب آخر، هو الجانب ديال الحماس والرغبة في الوصول الى الدور الثاني، وهذه الرغبه تاكدت في هذه المقابله،
وانا صراحه يعني صعب يعني نرى المقابل، لان كنا بوحدينا في الملعب، ماشي الفريق ضعيف باش عاوتاني ما نمشي ان انتصرنا 3-0 الفريق ضعيف، لا الفريق حنا ضعفناه. علاش؟ لانه عندنا لاعبين عندهم مهارات، وهاد اللاعبين يمكن نعتبرها مفاجاه الا ما كانش هاد الفريق ديالنا مع الثلاثه الاولين. صراحه يعني باش نكون منطقي بهذا الشكل هكايا، عندنا فريق اللي يمكن له يمشي بعيد في هاد الاولمبياد ان شاء الله، وغنتظروا مع من غنلعبوا، واش غادي يلعبوا مع نيوزيلندا ولا مع امريكا ولا مع غينيا، لانه فرنسا قد تشير الى الاحتلال ديال الصف الاول. حنا احتلينا الصف الاول بفضل الفوز ديالنا على الارجنتين، تعدنا في كل شيء، فتظهر بانه تصلحت بعض الامور مقارنه مع المقابله ديال اوكرانيا. راه ما تصلحش اللعب، اللعب بقى هو في نفس اللعب، لا تصلحت تصلح غير الانضباط التكتيكي والفعاليه اللي كانت عند اللاعبين. يعني طبعا نبقاو متفائلين، عندنا فريق اللي يلعب مع من ما كان بالملاحظات اللي غتقدم للاعبين، فعندنا فريق اللي ان شاء الله يكون في البوديوم ان شاء الله. شكرا لكم.